أهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. اليوم رح أحكيكم عن مشكلة رائحة الفم الكريهة. طبعا هاي المشكلة بتكتر برمضان على الأغلب نتيجة الجفاف، ممكن نتيجة الارتداد المريئي أو الحموضة. طبعا كيف بدنا نتجنب هذه الأمور؟ في أشياء بسيطة بنقدر نسويها مثل غسل الفم بالمعقمات، أخذ أدوية الارتداد المريئي طبعا عند الإفطار، ولكن في مشاكل أخرى مثل مشاكل الأسنان، مشاكل اللثة، مشاكل التقرحات اللي بتكون موجودة في الفم، فضروري جدا نزور دكتور الأسنان عشان نطمن على موضوع التقرحات اللي موجودة في الفم. طبعا نقص الفيتامينات مثل نقص الفيتامين B12 وقد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، فبالتالي هاي الأمور إذا صارت مشكلة عند الشخص ضروري جداً يشيك على نسبة الفيتامينات اللي موجودة في الجسم. نهاية في نقطة مهمة بدي أحكيها، طبعاً رائحة الفم ممكن تكون مرتبطة بطبيعة الأكل، يعني إذا أنا باكل ألياف كتير ممكن البكتيريا الموجودة في الجسم تهضمها وتطلع الغازات تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة. بتمنى لكم سلامة للجميع.